السلام عليكم البنات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه شي اسيه. كيف ما عودناكم فيديو جديد غيكون فيه بزاف ديال المفاجات وسلعه جديده. اول حاجه كنبغي نرحب بكم كاملين وكنوجه لكم تحيه، وكنبغي نقول السيدات اللي ديجا استفدوا معنا الله ينفعكم بالسلعه ديالكم، ان شاء الله تدخل عليكم بالخير. واللي مازال ما استفدوش ها هما الهميزات، راهم حاضرين كيف ما عودناكم. كاينه سلعه خطيره البنات، تابعونا حتى الاخر وما تزابطوش. نبدا معكم البنات باول موديل، شي حاجه روعه، لا مارك راها غنيه عن تعريف شي البنات، شي حاجه راقيه. هاد لا مارك هي لا مارك الراقيه. نشرح لكم الموديل واخا يكون ما يكون معروف، كيف ما قلت لكم هاد لا مارك راها معروفه. اذا اش كيجي على هذا الشكل، شكل ديال الربيع، ديال العطل، يعني شي حاجه ديال الخرجات، شي حاجه روعه راقيه. الخدمه البنات، الجوده والاتقان، الهاي كوبي البنات لو بروميي شوا. والثمن غيكون فيه شي حاجه صادمه، غيكون ثمن صادمه البنات. غنوريكم الموديل ونوريكم لي كولور اللي كاينين فيه. كيجي من التحت بحال هكا، كيجي تحت، كيجي ساك واقف. غنحلو لكم من الداخل باش تشوفوه. هي الحله، هذا الساك معروف بالحله ديالو، هاد لا مارك. كاينه فيه لا بوندوليغ ديالو، هو كيجي ترونسبارون او ميم طون ما كيبينش البنات، يعني ما كيبينش شنو كاين الداخل. كتجي فيه لا بوشيت معاه، ها انتما البنات من الداخل راه كيهز. غنخويه لكم كاع من الداخل باش تشوفوا، الحجم. كنركز على التفاصيل بالنسبه للسيدات اللي كيسكنوا خارج الدار البيضاء، اللي كيسولونا دائما على التفاصيل. اذا الساك كيجي على هذا الشكل، راه كيهز كيف ما قلت لكم، وكيجي او ميم طون انيق، وكيجي كيوت، كيجي راقي البنات، شي حاجه روعه. الموديل ولا في الاحلام، شي حاجه روعه روعه روعه. وحتى الالوان البنات غنوريكم لي كولور اللي كاينين فيه، شي حاجه روعه روعه. كيتوفر في هذا الزريرق هذا، حتى الطريقه باش مخدومين لي كولور، مخدومين بواحد الطريقه اللي زوينه، يعني واحد لي في زوين. وكاين في هاد الغوز كيجي هكا فلاشي، وكاين في هاد، كاين في هاد الصفر، كاين في الصفر ديالو. وغنوريكم اخر لون اللي انا حمقني، انا شخصيا حمقتني هاد لاكولور، كتجي روعه حتى هي. هانتوما البنات الالوان ديالو ربيعيه مبهجه، كتبهج النفوس. والثمن البنات ولا اروع. هاد الخدمه البنات وهاد لاكاليتي، شوفوا الدقه، الدقه البنات في الخدمه ديال الساك كيفاش دايره. ساك روعه البنات، والثمن ديالو ولا اروع البنات. لي ساك الراقيين الهاي كوبي البنات، اللي الاثمنه ديالو كتكون دائما مرتفعه. عندنا حنا في محل شي اسيه سولدو الهوته البنات 149 درهم فقط. سارعوا البنات سارعوا. ودابا البنات نبقاو في لا ميم مارك، ولكن الموديل مختلف، حجم شويه صغير على هذا اللي كان وريتكم دابا، صغير عليه. وهو كيجي ترونسبارون عليه، يعني بلو ترونسبارون. ومن الداخل كاين فيه الكادو ديالو، نحلي لكم باش تفهموني علاش كنهضر. هانتوما البنات نفس الحله، هاد لا مارك راها معروفه بالحله ديالها، يعني هي هكا، هي الديزاين ديالها كيكون دائما بحال هكا. غنحلو لكم البنات من الداخل. الخدمه والجوده البنات، الساك مخدوم بطريقه متقونه، لا فينيسيون البنات، السلعه ديال برا شي حاجه روعه. لي ساك ديال 400 درهم، ديال 450 درهم كتلقاوهم عندنا حنايا متوفرين، ولكن الثمن البنات اللي كيكون صادم. هذا هو الفرق ما بيننا وما بين جميع المحلات الاخرى. ها انتم البنات كتجي فيه لا بوشيت من الداخل، كتجي هذه مع لو ساك، هذه لا بوندوليغ ديالو. دوزو البنات الموديل الجديد البنات، والمارك جديده حتى هي معروفه وغنيه عن التعريف البنات. الموديل راه معروف، حتى هو حاضر عندنا وحاضر فيه السولد البنات، السولد اللي كتسناوه انتم البنات. غادي نوريكم البنات الجودة ديال لوساك باش تفهموا لا كاليتي اللي كنهضر عليها. لا كاليتي حيت لي كاليتي كيختلفوا، يعني الخدمة هي اللي كدير الفرق ما بين ساك وساك، يعني الخدمة هي اللي كتحدد الثمن البنات. وهذه الخدمة هذه كتوفر عندنا وبواحد الثمن اللي غيكون خيالي. هانتوما البنات كيجي فيه الجويب، كيجي روعة. هذا البنات هو الخدمة الأولى ديال هاد الموديل هذا، يعني البخومييي شوا، الخدمة الأولى هي الخدمه اللي كتجي كتطوى بحال هكا. هادشي علاش كاين، كيتوفر في الكري، وكيتوفر عندنا في الكامل، وكيتوفر في النوار، ثلاثه ديال الالوان البنات. والثمن 299 درهم.
ندوز لكم البنات لواحد تحفه، شي حاجه روعه، واحد الموديل راقي راقي روعه. هانتوما البنات لي زابات، ولا اللي حبسات لا فيديو راه غتكون ضيعات هاد الهميزه. هانتوما البنات الصاك كيجي راقي انيق البنات. هاد الصاك كان عليه طلب بزاف بزاف، كانت عندي قطعه واحده، دابا راه حاضر عندي واحد لا كونتيتي. المهم نقول لكم شويه، ولكن دائما السولد هذا هو الكونسيبت ديالو، ما كتكون السلعه دائما كتكون. هانتوما البنات كيفاش كيجي الصاك من الداخل، كيجي فيه جويب. هانتوما شوفوا الخدمه البنات كيفاش دايره، شوفوا الصاك كيفاش متخون، السلسله كيفاش دايره، روعه البنات، الخدمه روعه، دائما الكميه محدوده والخدمه روعه البنات. الهاي كوبي، السيدات اللي ديجا استفدوا معنا يخليونا لي كومونتير باش يشوفوا السيدات لي غوتور ديالهم على السلعه اللي كياخذوا من عندنا. ومرحبا بكم كاملين البنات. الصاك كيتوفى. وانتوما البنات لا بوندولير ديالو كيفاش كتجي، كتجي سلسله ومن الفوق كيجي فيها هاد لاطوش هادي غامبين للصاك، يعني كتجي حتى هي كتعطي واحد الرونق زوين للصاك. كيتوفر عندنا في ثلاثة ديال الالوان بالنسبه لهاد التبطينه هادي من الداخل، كتجي في الغوز اما كتجي في البيض، كيف ما كتجي في الزرق البنات. عطاء افي واعر، كيحمق روعه. هانتوما البنات، والثمن ديالو ولا اروع، غتكون فيه مفاجاه. هذا الصاك هذا غيكون فيه كادو من عندنا، 189 درهم زائد توصيل بالمجان. يعني كيمكن لك تستافدي من الصاك وكزائد كتستافدي من التوصيل بالمجان فيما كنتي في المغرب كامل. ولا ضفتي اي صاك لهذا لو صاك كتستافدي من لا ليفريزون غراتويت على حساب المحل. ومرحبا بكم البنات، لاجيمو البارطاج، كلكم غتستافدوا معنا ان شاء الله. دابا البنات غندوزو لواحد واحد لا مارك اخرى. حنا كنجولوا بكم في واحد البحر ديال لي مارك. دائما شي اسئله عندنا التنوع البنات، يعني جميع الادوار كنراعيوهم. انتم البنات هذا البواتي ديالو، غنحل لكم باش تشوفوا لا سوربريز اللي كاينه لداخل ديال لداخل البواطه. انتم البنات الصاك كيجي على هذا الشكل، شي حاجه روعه، تخي كلاس البنات. هذه لابوشيط ديالو، كيجي معاه لابوشيط، يعني حتى السيده اللي بغات تعطيه كادو. وهذه لا سيرتيفيكاسيون ديال لو ساك، كتحمل الاسم ديال لا مارك والوريقات ديال الصاك البنات. هادو الوريقات ديالو. دابا غنوريكم لو ساك من الداخل كيفاش داير، الشكل ديالو، البوني ديالو كيجي محيد الدق. هانتوما البنات شوفوا الخدمه ديال لو ساك كيفاش دايره، الطبعه البنات فين كاينه، هذه الطبعه ديال لا مارك، التفاصيل البنات، الخياطه، لا فينيسيون البنات، شي حاجه روعه، الجوده والاتقان. الساك كيجي على هذا الشكل، كتحطيه كيجي واقف، يعني شي حاجه ما كتحشمش. هانتوما البنات الشكل ديالو، غنحلو لكم من الداخل. هانتوما من الداخل كيجي فيه هذا افي سيربون، من افي كروكو، من الجنيبات. هانتوما البنات هذه البلاصه ديال اللي كيتسد منها هذا البواني، هذا لا بوندولير. اذا لو ساك البنات كيجي من الداخل سيباري من الوسط. هانتوما البنات كيجي من الداخل مخدوم مزيان، هذه الطبعه ديال لا مارك من هنا من هاد الجهه، ومن الجهه الاخرى كيجي فيها جويب وكتجي فيها لا سيرتيفيكاسيون البنات. هانتوما ديال لو ساك كيجي لداخل في الجويب، هذه لا بوندولير ديالو كتجي سميطه كلها، بالنسبه لهاد اللوين هذا كتجي سميطه في الكامل. وكيجي فيها من هنايا اون توش، هنا اون شين كتجي فيها بلارجونتي وبالدوري، حتى هي كتعطي افي زوين لو ساك. روعه، ساك انيق محيد الدق، والخدمه ديالو روعه. متوفر عندنا في جوج ديال الالوان، كاين هاد اللوين هذا وكاين كامل البنات. دونك كيف ما قلت لكم البنات كيتوفر جوج ديال الالوان، والثمن البنات ديال لا طوندونس ديال اخر 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 ما كاين في الصيحات، يعني اخر الموديل، يعني لا طوندونس البنات نقولوا اخر ما غنى، ثمن 380 درهم البنات. ودابا البنات غندوزو لي زيسبا، دابا غنوريكم واحد الموديلات ديال البرديلات ديال لي مارك البنات، ديال هاد لا مارك كتجي بالبواتي ديالها البنات، لا مارك حتى هي غنيه عن التعريف. هانتوما البنات الموديل كيفاش داير، كيجي روعه. هذا الموديل كيجي في البيض، كتجي فيه هاد جو تيم. هانتوما البنات من الداخل كيجي على هذا الشكل، كتجي طبعه ديال لا مارك هنا، السلعه ديال برا البنات، الخدمه روعه، خدمه متقونه البنات. بالنسبه للسبرديله هاد لي مارك اللي كنوريكم راهم كونفورتابل، يعني شي حاجه ميديكال كتلبسيها الرجل كتبقى مريحه، يعني كتحافظ على الراحه ديال الرجل في الوقيف في المشي، يعني شي حاجه براتيك. وكيجي كاين فيها النوار ديالها، هذه كتجي سامبل، هذه كتجي بلو سامبل،
كيجي فيها هاد السورة هادو كيجيو بلورونج. بالنسبة لهنايا من تحت كيجي فيها البيض والكحل، يعني هكا كيعطي ديزاين زوين للسبرديلة. بجوجهم كيبقاو كيجيو فيهم نفس الخدمة. هانتوما البنات، هذه الطبعة ديال الطبعة، وكاينة الطبعة من هنايا، وحتى هي البنات موديل يعني كونفورتابل، وكيجي ميديكال يعني مريح في اللبسة وفي المشية البنات. وبالنسبة للثمن ديالو 259 درهم زائد توصيل بالمجان، يعني كيمكن لك هذه كتوصلك حتى للدار، يعني توصيل لا ليفريزون على حساب المحل، وكيمكن لك تضيفي ليها لي ساك اللي هضرنا عليهم دابا، وكتستافدي من التوصيل، يعني كتستافدي من السولد زائد التوصيل البنات. تجمعوا البارطاج، بارطاجيو لا فيديو ديالنا مع لا فامي ديالكم ولا على الاصدقاء ديالكم باش كلكم تستافدوا. ودابا غندير لكم جوله في المحل. وهذه البنات كانت نبذة على لي زارتيكل اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، يعني الهوته اللي كانت اليوم. هذه جوله يعني خفيفه للمحل، لي زارتيكل اللي كاينين بزاف ديال لي زارتيكل، ممكن لياش نطول عليكم مره كنذكركم بلي زارتيكل اللي كيتوفروا في المحل، وفي ما كتكون شي هوته جديده شي حاجه يعني جات حصريه كندير لكم ليها فيديو. اشتركوا البنات، فعلوا دائما الجرس، وخليو لنا التعاليق ديالكم بالنسبه للسيدات اللي ديجا جربوا لي زارتيكل ديالنا. كل مره كنجيب لكم هوتات لي ساك لي زيسبا، بعد مرات كنجيبو لي بوت، يعني اي حاجه كتحضر عندنا في المحل سولدي وهوته ميزات راه كنحطوها لكم في القناه، وكنضرب لكم مواعيد في الفيديو القادم ان شاء الله، غتكون فيه ان شاء الله ميزه جديده. ما تبخلوش علينا بلي جيم لي جيم والتعاليق الزوينين ديالكم ولي كومونتير اللي دائما كنحماقوا عليكم بهم وكتشجعونا فيهم بزاف، وراه كنحاولوا ما امكن اننا نجاوبوا على الميساج ديالكم كاملين.